القراءة مثل دائما تقبل البرج الشمسي والقمر والطالع، وأيضا بتقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بتحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك. بدنا نسحب كروت توضيحية وبعدين نبلش نشوف شو طاقتك أنت يا برج العذراء، وبعدين طاقة الحبيب، خطوتكم في المستقبل، وطاقتكم المشتركة في المستقبل، أو شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل. طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء. خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية أو شو بتحس فيه حاليا. في شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير، أو عم تحلم حتى بهالشخص، أو عم تتخيل هالشخص، عم تحلم بوضعكم مع بعض. ممكن تكون أيضا أحلام فعلية، يعني أحلام حقيقية مش فقط أحلام اليقظة. يعني ممكن في شخص بالفعل عم يزورك في أحلامك. أيضا الكروت اللي طلعت عندي هون الفارس والبيد والكينج، أيضا طاقتك عم شوف ترابية كتير. أغلب الطاقة اللي عندك، يعني أنت بطاقتك، أنت حاليا حركتك شوي بطيئة، عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص أو تستثمر فرصة مع شخص. عم شوفك من الناحية المادية أيضا وضعك تحسن، أو وضعك متحسن من الناحية المادية، لأنه عندك كينج ونايت أوف بنتكلز. يعني من الناحية المادية وضعك منيح للبعض منكم، أو وضعك يعني في تحسن. أيضا مع الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف إنه الوضع بينكم أيضا في تحسن. ممكن في اختيار معين بدك تختاره، أو أنت واقف بطريق بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين، أو توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبين هالشخص. مع الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس انت بتحب الشخص، بمعنى انه بتحس انه مكتفي منه من الناحية العاطفية، الشخص اللي عم تتعامل معه. ولكن في بينكم شوي جدالات، او شوي حدة بالمناقشات، في شوي تاتش أو ملامسات بينك وبين هالشخص. ولكن أنت بتشوف الشخص اللي عم تتعامل معه سول ميت، أو بتعتبره رفيق درب. وأيضا من الناحية العاطفية راضي كتير عن مواصفات هالشخص، أو بتحب طبيعة هالشخص، بتحب شخصيته، بتحب كاريزمته. وأيضا مثل ما حكينا ممكن بالفعل أنت هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك، أو حتى عم تحلم فيه، عم تفكر فيه كتير. طيب نشوف طاقة الشريك أو طاقة الحبيب. هول إن سول طاقته مش كتير منيح. هالشخص عم يحس بفراغ من جوا، في إشي بحياة هالشخص عم يحس إنه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه، أو الفجوة اللي عم بيحس فيها. وعم شوف أيضا إنه هو ما اعترف لك أو ما حكى لك بهالإشي. يعني أغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها لإلك هالشخص، بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة. أيضا ممكن يكون هالشخص مخبي عنك إنه الأمور بحياته خارج العلاقة بينكم، بحياته العملية أو حياته العائلية أو حياته العامة،
عم تكون مش مزبوطة، فيها لخبطة كتير، فيها تغيرات كتير كبيرة، وعم يمر عم يرم عم يمر هالشخص بشفت كتير عالي. فممكن في بعض الأساسات بحياته هالشخص حاليا مهزوزة أو غير مستقرة، وممكن أيضا نسبة عالية يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيدا عن العلاقة. أيضا ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص، ممكن هو عم يحس بفجوة أو فراغ بالعلاقة اللي بينكم، إنه مش عم يحكي معك لأنه في عنده transformations أو في عنده تحولات، ولكن أغلبية التحولات هاي مؤلمة بما يخص الناحية العاطفية أو بما يخص مشاعر هالشخص. فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حاليا مش مبسوط هو بصراحة، عم شوف أنت راضي أكتر أو أنت مقتنع أكتر بوضعك أكتر من هالشخص. هالشخص من جوا غير راضي، مش مبسوط. طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم أو حاليا يعني، أو شو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم أو أحد من أسباب الخلافات بينكم. rejection، في طرف بينكم ممكن أنت أو ممكن الطرف الآخر حس برفض، حس إنه انرفض من الناحية العاطفية من الشخص الآخر. ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لأنه عم شوف إنه في كتم من المشاعر، ما مش عم تحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم أو بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوه لبعض. عم شوف بينكم كتير باشن عالي، وهيدا ممكن يكون، أو في بينكم شغف كتير عالي ممكن يكون ولد الغيرة بينكم، أو ممكن هالشخص أو أنت لأنه هاي الطاقة مشتركة، عم الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة، بالذات لأنه الوضع بينكم عم شوف عفوي أو ما في إله طريق أو نمط أو ستراكتشر معين تمشوا عليه. ف ممكن يكون هالشخص أنت وهو مش في علاقة جدية، فصعب عليك إنه أنت تعبر أو هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره أو شو اللي بيحس فيه بينكم. الطاقة المائية عم شوف أيضا أنت وهو بتشوفوا بعض soulmates، لأنه عندك two of cups، فأنت وأيضا عندك the lovers هون، ففي طرف منكم عم ينظر إلى الطرف الآخر وكأنه soulmate وكأنه رفيق الدرب. أيضا ممكن يكون سبب المشاكل أو واحد من أسباب المشاكل بينكم إنه ما في جدية وما في التزام بالعلاقة، ما في خط معين تمشوا عليه. يعني أنت وهو بعلاقة ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل، وهذا ممكن يكون أثر على أحد من الأطراف إنه ما في التزام جدي بالعلاقة. فالتقدم بينكم يعني في تقدم بينكم من الناحية العاطفية، ولكن أنت مش عارف نهاية العلاقة أو نهاية التواصل شو رح يكون، أو نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون. بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل، عم شوف أنت بالمستقبل عم في إشي عم تحس إنك مربوط فيه. ممكن أنت البعض منكم ممكن يكون ترك هالشخص وعم تحس إنك لأنه entrapment، هل هالمرة هالكرت ما يعادل أو ما يوازي nine of swords، يعني أنت عم تحس بسجن شوي عقلي أو عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بأمور
بالماضي، عم تحس إنك مربوط فيها، ولكن عم شوفك مركز أكتر على التشافي أو كيف تتشافى. الحلو بهاد إنه الكرت طلع عندك هون مقلوب 3 of swords. 3 of swords عادة بيرمز إلى جرح بالقلب أو جرح بالعواطف وجرح بالمشاعر، ولكن مع إنه الديك عندي ما فيه كروت مقلوبة إلا إنه الكرت إجاك مقلوب، وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو 3 of swords بيرمز على إنك طالع من جرح معين أو طالع من حالة حزن معينة، أو راح تطلع إذا أنت البعض منكم إذا قراءة عكسية وأنت هالطاقة اللي هون، البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه أو لحتى تتقبل الأمر وطبيعة العلاقة بينكم، إلى أنه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها أنك مظلوم، من أساسات خربت بالعلاقة أو من علاقة فاشلة مع شخص أو كونكشن أو تواصل ما زبط مع شخص. أيضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل أو رح تجيك العديد من العروض، عروض عاطفية من عدة أشخاص، ولكن بدك تنظر إلى الأمور بطريقة حيادية أو بطريقة محايدة، لأنه في كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة. وبشوف أنت مركز أكتر، يعني أنه أنت بدك عدل بالموضوع بالمستقبل، بخطواتك المستقبلية عم تبحث إلى نوع من العدل، فأغلب العروض هاي عم شوف إنه مش رح تستهويك أو مش رح تعجبك. يعني بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل، سادنس، عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون أو هالطرف، الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام، شهر أو أسبوعين أو شهرين حتى، بيختلف من شخص لآخر، ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة، من يعني بطاقته الحالية وطاقته المستقبلية. تقريبا الكروت مشابهة، الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض. لسه هالشخص عم يحس بحزن، عم يحس إنه مجروح. الطرف اللي عندي هون عم يحس إنه مجروح كتير. أيضا بده، عم شوف إنه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية، لأنه عنده Ace of Cups، يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة، وبده يشتغل ويحط مجهود أيضا، سواء كان بعلاقة أو بداية إشي جديد معين، إلى إنه مش رح يعبر عن هالإشي. يعني هالشخص عم يشوف صعب إنه يجي يحكي معك أو يعبر لإلك عن طبيعة مشاعره، بالذات إذا أنت محوط بأشخاص أخرى أو في عندك حوالينك أشخاص أخرى. هو ماخذ موقف دفاعي، يعني باني سور حول نفسه هالشخص، وعم حسه إنه بالعقل الباطني أو بطبيعة أفكاره من جوا مشوش عاطفيا، عم يحس بصراع جوا حاله، لأنه بيكن المشاعر لإلك، ولكن بنفس الوقت بحس إنه بموقف مش عم يسمح له إنه يعبر عن شو هو بيحس تجاهك. ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة، او حبيب قديم، لانه عم شوف انه انت في عندك عروض هون وفي عندك ايضا رضا نفسي، فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا اكس قديم. عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي،
مش عم يسمح، يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص، الوضع مش عم يسمح له إنه يعبر، فعم يكون كتير دفاعي، بده بداية جديدة معك بس عم يشوف إنه غير قادر إنه يحكي لك هالإشي، خايف من الرفض أيضا لأنه عندك هون ريجكشن، فهالشخص خايف إنه بس يعبر، أو إذا إجا حكى معك خايف من إنه ينرفض أو أنت ترفض عرض الحب تبعه، لأنه بتشوف إنه غير كافي وما بيفيدك. بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم أو بالمستقبل، طاقتكم المشتركة، في طرف منكم رح ينحط temptation هالكرت، ففي طرف منكم رح ينحط بموقف، بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون انت، رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراءات، لانه temptation عندك هون، temptation ترمز الى اغراءات الحياة الدنيا، فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تتطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي او تفلتر الاشياء اللي بتفيدك والاشياء اللي مش راح تفيدك، لانه من اغلب العروض اللي راح تجيك ممكن 90% منها او اغلبها تكون اشياء مش راح تفيدك، او اغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك، فعم شوف انه انتو راح تنحطوا بموقف، او للبعض منكم اللي انتو بعلاقة مع بعض حاليا ولكن الامور مش عم تمشي مثل ما انت بدك اياها، رح تنحطوا بجوز في ناس ايضا بدها تخرب بينكم لانه temptations، فممكن في اطراف خارج العلاقة رح تحاول انها تخرب التواصل بينكم، تخرب الكونكشن بينكم، لانه عم شوف اطراف اخرى كتير بالعلاقة، عم شوف infidelity أو عم شوف خيانة، أو عم شوف يعني أشخاص عم تحاول تخرب، أو عم تحاول تخرب اللي بينكم بالفعل. فالبعض منكم اللي بعلاقة حاليا بدك تنتبه من الأشخاص اللي أنت محوط فيهم، لأنه ممكن أغلب الأشخاص اللي أنت محوط فيهم ما بتكون بتحب مصلحتك، أو اللي حبيبك محوط فيهم، يعني انتبه من دائرة الأشخاص اللي أنت محوط فيها. أيضا البعض منكم طاقتكم في المستقبل، في عندك Knight of Wands، في عندك Nine of Pentacles، في بدك ما تركز على الأمور اللي راحت، لأنه عم شوف لسه في شخص هون مكتئب، في طرف عنده اكتئاب، في شخص عم يحس، بتوقع هو هالطرف لأنه أغلب الكروت يعني بتشابه لهالكرت، ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي، فهمت علي؟ ممكن تكون أيضا خسارة بينكم مادية صارت، أو خسارة من نوع من investment بالعلاقة، بمعنى إنه عم تحس إنه في فرصة بينك وبين هالشخص ضاعت، ولكن البعض منكم لأنه عندك Knight of Wands ففي تحرك بينك وبين هالشخص، في طرف رح يتقرب إلى الشخص الآخر، أو أيضا رح يكون في عندك عرض حب من هالشخص، أو ممكن أنت تقدم عرض حب.